من فين جاي القوة هذه؟ شوف شوف الأسهم، نوعية الأسهم اللي تخليك تقول هذا وراء علوم، والله أعلى وأعلم وراء علوم. شوف اتفرج، ترند مخترق من قمة وعودة للاختباء، والسهم معسكر فوق الترند ومعسكر فوق النسبة الذهبية ومخترق كل المتوسطات الشهرية، وكده تطل تقول ما شاء الله تبارك الله، هذا فين ناوي يروح؟ وعنده محفز، وعنده محفز، مع انه الشارت في عيب واحد، في عيب واحد فقط. مين يقول لي شو هو العيب ده؟ اللي يجاوب على السؤال ده انا اعتبره استاذ بروفيشنال. يا راجل انا اخذ من عنده دروس، بعد كده ابطل احلل له اقول له انت اخذ رايه. انا في عيب واحد الشارت هذا، غلط، في غلط. اقول لكم اللي حيجاوب على السؤال ده يستاهل جائزه. غلط، يقول لي راس وكتفين، راس وكتفين يعتبر عيب في السهم في الشرط. الجواب بعيد عن التحليل الفني، الجواب بعيد عن التحليل الفني، الجواب يبغى له واحد عارف الاخر في المستقبل. قلبي حاسسني انه سلطان حيجيب الجواب. هذا مستقبل الشارت هذا ايش؟ مستقبله ايش؟ في الايام القادمة مستقبله ايش؟ بح بح، زي سوليديريتي بح. يعني انا املك في بتروكيم، وافقت هيئه سوق المال على الاندماج، حددوا الجمعيه تملك كم في بتروكيم، روح صرت من ملاك مين؟ المجموعه السعوديه. بس هذا العيب. ولا الشارت الان الا يعتبر بالقواعد الكلاسيكيه من الأسهم الذهبية؟ ليش؟ بكل بساطة ترند مخترق مختبر. يعني لو جيت الآن أنت قاعد تحلل على طول تقول ما شاء الله تبارك الله احتمال إلى القمة أو إلى مستويات قريب 40 ريال، هذا هو هدف السهم فنيا. بدون يعني حتى لو جيت رسمت قناة صاعدة زي كده أخذتها حتى على الإغلاقات، ها 37 8 يعني زي هذه قناة، ها بس مستقبل هذا السهم بح. طيب خلونا نشوف، أنا من ملاك بتروكيم وصرت أملك المجموعة السعودية. طيب هل المجموعة السعودية شارتها يفتح النفس؟ أنا ما الآن صرت أفكر، أنا شوف في بتروكيم ممكن في أي لحظة خلال الحقبة الزمنية القادمة جمعية مدري إيش صار راعي بتروكيم يملك الصحراء، صار يملك في سبكين. طيب لما نيجي نفتح شارت المجموعة السعودية، والله يا جماعة شارت المجموعة شارت مرة حلو، مرة حلو، بس لسه قدامه شرط، لازم يخترق ال 25 عشان يدخل في الشمن كحلي. لكن تعالوا نتفرج
هل واضح من النماذج المتكونه انه في مستقبل قادم؟ هل في شيء قوي واضح؟ ها السعودي والله يا جماعه راسه كتفين في طور التكوين، بس نستنى نعبر كده. ها شايفين هنا الترند؟ طيب الكتف الايمن، الكتف الايسر، فين الكتف الايمن؟ هاي شوفوا هذا الكتف الايمن، ها فين الراس يا ابو محمود؟ هذا الراس، شوف ايش هذا يا سبوره، يا سبوره ارحم امك يا سبوره، علقت. إذا ظهر الشار تعطوني رقم 3. حدثنا الصفحة. حدثنا الصفحة. يا ولدي يا ولدي، قلت أبو محمود رأسه كتفين، يا ولدي هذاك بتروكيم، ما بنتكلم على بتروكيم، لا ما هي رأسه كتفين. نحن نتكلم الآن عن المجموعة السعودية، بنتكلم عن ملاك بتروكيم اللي شاركهم بح. حيصيروا من ملاك مين؟ المجموعة السعودية. طيب كيف وضع المجموعة السعودية؟ هل في رؤية واضحة؟ هذا هو المجموعة السعودية، ترى قريب جدا قريب جدا قريب جدا. ماذا لو اقتحم الترند الهابط؟ يا سلام. طيب وهذا الشارت التاريخي للمجموعة، كبر الصورة يا ولد، كبر الصورة يا ولد، كبر الصورة واتفرج على الترند الرئيسي من قمة 2006 مرورا بقمة 2014. يا جماعة شوفوا، يا جماعة يا جماعة شوفوا، 26 20 متوسط 200 يوم و50 فيبو من موجة عام 2014. اتخيلوا من هذا النموذج الراس والكتفين المجموعة يقتل هذه المستويات. يا اخوان الاهداف ما هي قريبة، الاهداف ما هي قريبة، الاهداف فيها رؤية مستقبلية حلوة. هذه القناة حقتها مبدئيا، انت قاعد تتكلم عن مشروع 37 ريال قريب 78 فيبو، يعني قاعد تتكلم عن هذا الهدف لو تم اختراق الترند مع النموذج ده. شايفين شايفين التخطيط للمستقبل كيف يصير؟ الله لا يغير علينا، الله لا يغير علينا. طبعا تيجي تقول محمود متأثر بكلامك ده، لكن ابغاك تعطيني نقطة فنية فيها شوية يعني بربسة، البربسة الكبيرة، البربسة الكبيرة انك انت تنحرف سلبا فتكسر 9 ريال و70 هلل او مناطق ال20. خلينا نقول نرجع للطش مثلا، انت في ال20 ما انت خايف، لانه شوفوا حتى في تصحيحه الاخير لما نزلنا في شهر اكتوبر لاحظ كيف ارتد بقوة السهم، مجرد سوى الكتف الأيمن ارتد. الأدنى كان 19.94 واليوم السهم طار وصار قريب مقاومة 23. 23 30 هي مقاومة ايش؟ متوسط 100 يوم على الشهري. لو نلاحظ الآن ما عنده إغلاق شهري فوق 23 30، يعني نحن يا شباب قاعدين نستنى ايش؟ نستنى ندخل من ضمن نظرية 3 5 7، بتكون عندنا اغلاقات قوية فوق 23 30، ثم يتبعها اختراق 25 26 كم؟ 20، عشان يصير الفيلم الجميل. هل الآن إذا مثلا وافقت الهيئة واندمجت بتروكيم واندمجت المجموعة وساروا كلهم سهم واحد برأس مال واحد قوي، هل إن شاء الله
نشوف هذه الحركة والرؤية الفنية مع المحفز ده إلى مستويات قريب 35. نحن ننتظر ننتظر ونتابع ونشوف تحقيق هذه الرؤية. هل سعر المجموعة السعودية مبالغ فيه؟ ها؟ ترى اللي حيخرب علينا الرؤية دي مبدئيا هو انك انت تكسر ال 19.70. هكذا نفكر استراتيجيا وبصوت عالي ونراقب ونشوف ونسأل الله من فضله. وأنا متأكد إذا الله اداني عمر حرجع أصيح وأقول أرجع وأسمع تحليل مجموعة إيش كنا نقول عليه في أبو محمود مجموعة ب 28 ما رأيك ندخل ولا ما ندخل؟ مجموعة بال 30 يعني أبو شيطان دحين جايين تطاردون السهم وبعدين ما تدري يمكن يسحبك الاختبار 27 مضاربيا وتجيك اللغفصة. يا عمي تبغى تخطط لبناء محفظة؟ ها؟ خطط زي كده يا بيبي، ابتعد عن الأشياء الميتة ودائما ركز في الشيء الرخيص وركز في النماذج والأشياء اللي ممكن تبني منها أو تكون في رؤيتها أوضح. هو إيش اللي خلانا نلف نلف ونوصل لهذا الموضوع؟ هو سؤالك عن سهم مكة للإنشاء والتعمير، إنك أنت قاعد تجمع في سهم ما رؤيته إلى الآن قارنها برؤية المجموعة السعودية وشوف سعر السهمين وانظر للقيم الدفتريه وانظر مين اكثر اغراء، انظر للمحفزات، ها، وفكر بالطريقه دي يا بي بي دي.